طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع المشاهد: الحوثيون يسيطرون على الوظائف العامة في مناطق سيطرتهم. ومن الموقع بوست: ردود منددة بعد اعتداء مشرف حوثي على طبيب في مستشفى الثورة بصنعاء. ومن أخبارنا المنوعة: مدينة جوجل الذكية تغضب سكان تورنتو الكندية. أهلا بكم. السجون التي تسلب الناس حياتهم جراء التعذيب وتغيبهم عن الحياة دون وجه حق لم تعد حصرا على الحوثيين فقط، فكما كشفت أسرة سرحان بوشمل بحسب المصدر أونلاين بأن ولدها توفي تحت التعذيب في سجون قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات مطلع شهر أكتوبر 2018. علي صالح بوشمل شقيق سرحان قال إنه بعد اعتقال شقيقه تم تعذيبه تعذيبا وحشيا، حيث قاموا بربط يديه ورجليه من الخلف وصعقه كهربائيا وجره خلف العربات في الموقع الجبلي وتعليقه بسقف المعتقل وحرمانه من الأكل والشرب. أسرة سرحان طالبت محافظ شبوة بإصدار توجيهات بالقبض على قتلة سرحان الذين ما يزالون يتحركون بحرية تامة وبحماية النخبة الشبوانية. أوضحت الأسرة أنها تتعرض للابتزاز والتهديد من قبل النخبة الشبوانية للتوقف عن المطالبة بحقوق ابنها الذي توفي تحت التعذيب. حالة من الجدل سببها كما يقول موقع المشاهد نت تعيينات أجراها الحوثيون في أجهزة الدولة السيادية الأمنية لأقرباء زعيم الجماعة وفق ما بات يتداوله العامة بحوثنة الوظيفة العامة في مناطق سيطرتها. وشملت تعيينات رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط هذه المرة تعيين عبد الكريم أمير الدين الحوثي عم زعيم الجماعة وزيرا للداخلية خلفا لعبد الحكيم الماوري الذي توفي في أحد مستشفيات بيروت الشهر الماضي. كما عين إسماعيل المحاجري وزيرا للشؤون القانونية والقاسم محمد عباس شرف الدين رئيسا لجامعة صنعاء، وكلاهما محسوبان على الأسرة التي باتت أكثر نفوذا في شمال ووسط وغرب اليمن. وأظهرت وثيقة حصلت عليها المشاهد ترقية 36 جنديا من الأسر الهاشمية من رتبة جندي إلى لواء وعقيد أبرزهم الخيواني، بينما ينص القانون اليمني فيما يخص الرتبة العسكرية على أن لا تمنح رتبة لواء حتى يخدم الفرد في السلك العسكري ما لا يقل عن 35 سنة، كما ينص على أن لا يتبوأ رتبة عقيد كل من لم يخدم في السلك العسكري 25 سنة. عن خطورة حوثنة التعليم في اليمن، يكتب عبد الوهاب العمراني مقالا في موقع المصدر أونلاين يقول في جزء منه: أجرت ميليشيات الحوثي الإنقلابية تغييراً على المناهج الدراسية لطلاب المدارس والجامعات اليمنية بقصد تغيير الهوية اليمنية بأفكار طائفية وتفخيخ عقول الأطفال والشباب بأفكارهم المستوردة من إيران. وأدخل الحوثيون على المناهج التعليمية الكثير من الدروس ذات الصبغة الطائفية المستنسخة من التجربة الإيرانية خلال 10 سنوات قبل هذه الحد. كانت تجاربهم في مجال التعليم مقصورة فقط على محافظة صعدة معقل الحوثيين شمالاً. شرعت جماعة الحوثي في زرع مذهبها الشيعي المتطرف باستهداف تربوي للطلاب بمستوياتهم المختلفة من أجل غرس ثقافة طائفية سرعان ما وصلت من بين جدران منتديات الجماعة إلى حجرات التعليم النظامي. لم يقتصر تأثيرهم على التعليم في المدارس الأولية والثانوية، بل طال الجامعات الخاصة والعامة، وتم سجن المدرسين والتنكيل بهم، وغيرت المناهج، وأدخلت محاضرات سلالية مذهبية طائفية ونحو ذلك لتشمل حتى موظفي الدولة. لم يعد التعليم يركز في رؤية مخرجاته الوطنية المفترضة على كل مجالات العلوم الإنسانية والفنية والمهنية، بل انحصر اهتمامهم في العقيدة المذهبية المتطرفة في عشق القتال والجهاد،
ضد أبناء جلدتهم وتكفير الآخر. لهذا ستكون العودة للحياة الطبيعية صعبة، قد نستغرق سنوات لطي صفحة الحوثي. هذا إذا افترضنا نصراً حاسماً وتجريم الحوثية عبر تشريع قانوني في البرلمان، بل تشريع تجريم الهاشمية السياسية والطائفية والسلالية والمذهبية. بداهة بعد النصر الحتمي، عاجلاً أو آجلاً، ستكون تكلفة وزمن مسح الذاكرة الممسوخة طويلاً. نحن نسير على طريق العراق دون ذنب، فقط سلمت اليمن بطبق من ذهب لأذناب إيران. مرت قرابة 3 أشهر دون حصول يحيى محمد بحسب موقع بلقيس على وثيقة جواز السفر من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مدينتي تعز وعدن لابنه أحمد ليتمكن من السفر إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. يحيى المغترب في ماليزيا منذ قرابة 11 عاما، عاد إلى اليمن قبل 5 أشهر في زيارة لأسرته بمحافظة إب، ولغرض أخذ ابنه معه إلى ماليزيا لإكمال دراسته والبحث عن فرصة عمل هناك. يقول يحيى في حديثه لموقع بلقيس: سافرت إلى تعز 3 مرات لغرض الحصول على وثيقة جواز السفر لابني، لكن دون جدوى، بالإضافة إلى خسارة 150,000 ريال نفقات السفر والإقامة في المدينة، ودفع مبالغ مالية لسماسرة في المصلحة يعطوك مواعيد وآمال كاذبة. ويشير يحيى إلى أنه تلقى عروضا مغرية للحصول على جواز سفر بمبلغ 300,000 ريال، لكن عبر سماسرة حوثيين يعملون في مصلحة الهجرة والجوازات بإب، على أن يصدر له دفتر جواز من عدن عن طريق سماسرة يتعاملون معهم. توقفت فروع مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ مطلع مارس الماضي عن إصدار جوازات السفر بمزاعم نفاذ دفاتر الجوازات، ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، لا سيما المرضى الذين يحتاجون السفر للعلاج في الخارج. وينتشر على أبواب فروع مصلحة الجوازات عشرات السماسرة الذين يعرضون تسهيلات على الراغبين في الحصول على وثيقة سفر، ويضعونهم أمام خيارين: إما دفع مبلغ مالي كبير ويصل إلى 300,000، أو البقاء أشهر إلى حين تتوفر دفاتر الجوازات. كشف موقع عدن الغد نقلا عن مصادر أن ميليشيا الحوثي منعت المؤسسات والجمعيات الخيرية من توزيع أي إغاثات أو مساعدات إنسانية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها ما لم تمر عبرها. وأفادت المصادر أن الميليشيا خاطبت رجال الأعمال والبنوك والشركات الكبرى وحذرتها من خطورة دعم أي مشاريع أو برامج إغاثية أو خيرية ما لم تكن عن طريق هيئتها الإغاثية. ميليشيا الحوثي أنشأت أكثر من 80 منظمة مدنية لاستكمال استحواذها على العمل الخيري في مناطق سيطرتها لإحكام قبضتها على العمل الإنساني والتأثير في عملية توزيع المساعدات بناء على اعتبارات سياسية. كما تواصل إغلاق مقرات مئات الجمعيات الخيرية في صنعاء والتي كانت معنية بمشاريع تقديم المساعدات الغذائية ودعم الفقراء والمساكين وإفطار الصائمين. يكتب لطفي العبيدي في صفحة القدس العربي عن السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط ويقول: الهيمنة الغربية أريد لها أن تكون شاملة، ورقعة الشطرنج الكبرى التي تحدث عنها بريجنسكي دعمت بأطروحات منظري صراع الحضارات أثرت على أصحاب القرار السياسي في البيت الأبيض، وقد ترجم ذلك بالفعل مع سياسات المحافظين الجدد التي انتهت إلى حروب همجية ضد العراق وأفغانستان. ومنذ ذلك الوقت أصبحت أمريكا تحمل حلفائها الأغنياء مهام الإنفاق الرأسمالي من دون أن تتكلف أي أعباء مالية في محاولة دائمة لضبط إيقاع العالم على طريقتها. ومن البين ما تجده الولايات المتحدة من صعوبة في أن تهضم حقيقة تراجع تفوقها المطلق في المجال الاقتصادي وكذلك المجال العسكري الذي بات ملحوظاً ميل كفته لصالح الصين وروسيا الاتحادية. الوقائع المتسارعة في العقد الثاني من الألفية الثالثة تعبر عن تحولات جيوستراتيجية من شأنها إعادة تشكيل العالم المعولم وفق تراتيب مغايرة للأحادية والتفرد بالتوجه تدريجياً نحو عالم متعدد الأقطاب.
ومحاولات استيعاب المتغير الدولي دفعت الولايات المتحدة إلى اعتماد استراتيجية القوى الناعمة في عهد أوباما تحديداً، من حاصل إخفاق القوة العسكرية والسياسات الخشنة التي كلفت الميزانية الأمريكية نفقات رهيبة على حساب الدخل الأمريكي ومتطلبات المنظومة الصحية وفرص العمل، إلى جانب تراجع القوة الاقتصادية بسبب الأزمات المتلاحقة استتباعاً. ومثل هذا الاختيار للأداء السلمي ظاهرياً يخفي دوافع مضمرة تهدف إلى مواصلة الهيمنة بطرق أقل تكلفة مالياً وبشرياً. وليس بالجديد النظر إلى العالم الإسلامي من منطلق الصورة النمطية المكررة بأثر رجعي، فليس هناك أسهل من نعت ما هو مختلف بالخطير والمرعب وجعله في الأخير عنواناً لأفكار عنصرية مسبقة. وكل ما يحدث يفهم ضمن مسارات الهيمنة والرغبة في التطويع بدل احترام الشعوب وتحقيق التواصل الحضاري. وبالمحصلة النهائية، السياسة الخارجية للغرب إزاء العالم الإسلامي مفلسة حتماً وتدفع نحو المواجهة والعداء، فهناك دوماً نزعة لمجانسة وتحويل الآخر وجعله كتلة أحادية بتعبير إدوارد سعيد، ومرد ذلك إلى الجهل والخوف في آن، لأن الجيوش العربية والإسلامية سبق لها أن اجتاحت أوروبا، والإسلام هو الثقافة الوحيدة غير الأوروبية التي لم تغلب، وهو معطى غير قابل للنسيان. يقول الموقع بوست إن هناك موجة غضب وسخط واسعين بين أوساط اليمنيين بعد اعتداء مسلحين حوثيين على أحد الأطباء في هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطبيب عبد الله مهيوب بعد الاعتداء عليه من قبل مسلح حوثي في مستشفى الثورة بصنعاء وهو مدرج بالدماء. وفي سياق ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي علق الكاتب الصحفي عامر الدميني: طبيب يؤدي مهنة إنسانية نبيلة في مستشفى الثورة بصنعاء يتم الاعتداء عليه من قبل مشرف حوثي بكل برود داخل حرم المستشفى ودون أي اعتبار لكرامته وإنسانيته. كتب الإعلامي سفيان جبران: حسب المعلومات الأولية، هذا ممرض في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة، تم التهجم عليه يوم الخميس من قبل حوثيين، ثم دخل له مسلحون حوثيون بقيادة أبو كنان داخل قسم الغسيل الكلوي وضربوه بأعقاب البنادق حتى سال الدم من رأسه. الصحفي والناشط الحقوقي موسى النمراني نشر: صنعاء كلها هكذا، مدمات وفي عيونها قهر ألف سنة. أما ندوى الدوسري فعلقت: هذا طبيب من بين 6 أشخاص آخرين تعرضوا للضرب على أيدي مسلحين حوثيين في مستشفى الثورة بصنعاء. وفي حادثة شبيهة لكن هذه المرة في الأردن، تمثلت بالاعتداء على أحد الأطباء وأثارت غضبا عارما. يقول موقع عربي 21 إن حادثة اعتداء تمت على طبيبة مقيمة في مستشفى حكومي بالعاصمة الأردنية عمان قبل أيام. الطبيبة الجراحة روان سامي المعتدى عليها ظهرت في مقطع فيديو شرحت فيه حادثة الاعتداء عليها لفظيا بالشتائم من قبل مرافقة أحد المرضى، لتضطر إلى طلب تدخل أمن المستشفى، وهو ما دفع أحد مرافقي المريض إلى توجيه لكمة إلى وجهها تسببت في جروح ورضوض بأنفها. ظهرت الطبيبة روان في فيديو من على سرير الشفاء، قالت فيه إنها عانت من أجل الحصول على شهادة الطب ودرست ما مجموعه 12 سنة، وتعمل حاليا في مستشفى الأمير حمزة الحكومي دون راتب ودون تأمين صحي، وتناوب أسبوعيا لمدة 32 ساعة متواصلة. وقالت في منشور عبر فيسبوك إنها تعامل جميع المرضى باحترام، والأذى الذي تعرضت له كان وقعه سيئا للغاية علي وعلى ذويها أيضا ووالدها الذي عانى الأمرين لتوفير أقساطها الدراسية. بدوره وضع نقيب الأطباء علي العبوس اللوم على الحكومة في الحالات المتكررة للاعتداء على الأطباء، وقال إن الحكومة رفضت تكليف عناصر أمن لحماية المستشفيات والمراكز الطبية بحجة عدم استطاعة وزارة الصحة دفع تكاليف العناصر لوزارة الداخلية. ناشطون طالبوا بإنزال أقصى العقوبات على المعتدي، قائلين أن غياب العقوبات الرادعة تسهل لارتكاب مزيد من الحالات. طريق الحرير الجديد، ما هو هذا الطريق وإلى أين يؤدي؟
تجيب عن هذه التساؤلات الكاتبة فاطمة ياسين بمقال نشر في صحيفة العرب الجديد جاء فيه: تطغى اليوم مظاهر عولمة جديدة على الطريقة الصينية، فبعد تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تسعى إلى فصل بلاده عن العالم، تأخذ برلمانات حوالي 10 دول أوروبية منحاً مشابهاً يتمثل واضحاً في نزعة البريكس البريطانية التي ذهبت شوطاً بعيداً في مرحلة الانفصال التام عن الاتحاد. في مقابل نزعة التفرد تلك، تطرح الصين منذ أكثر من 5 سنوات مشروعاً أطلقت عليه اسماً رسمياً وهو مشروع الطوق والطريق، واسماً شعبياً يحمل نوستالجيا تاريخية تدفع إلى التعاطف معه وهو طريق الحرير الجديد. ترغب الصين في تقديم مساعدات بلا حدود لدول كثيرة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وكذلك أمريكا لبناء شبكة ضخمة من طرق الإسفلت ومحطات السكك الحديدية، وكذلك لبناء موانئ عملاقة تستقبل أكبر عدد ممكن من الحاويات البحرية. تشكل هذه الموانئ محطات على الطرق البحرية المقترحة بين مجموعة هذه الدول، بالإضافة إلى شبكة أخرى من خطوط نقل الطاقة على أنواعها. توفر تلك الشبكة من المواصلات منصة عمل سياسي واقتصادي شامل، ويمكن أن تكون الصين في بؤرة هذه المنصة، ما يمنحها دوراً كبيراً في السياسة والاقتصاد، وهو ما يجب أن يوضع داخل السياق الاقتصادي الحاد بين الصين وأمريكا. يكتنف المشروع الغموض، وجزء من هذا الغموض بسبب ضخامته وتمدده الكبير، وعينها مفتوحة تراقب مؤشرات نموها السنوي، ولا ترغب في أي حال أن تشاهد أسهمها حمراء متجهة إلى الأسفل، وعين أخرى على قضيتها السياسية الأهم وهي قضية تايوان، فالإحاطة بتايوان بأساطيل ضخمة محملة بالبضائع تعج في بحر الصين يشكل نقطة تحدي لديها، كما ترغب بالبقاء نموذج حكم سياسي ناجح ما زال يحتفظ بعناوين شيوعية عريضة قد يتعرف ماركس عليها فيما لو بعث مجددا، ولكن نظام الحكم الذي أفلح فيما مضى بتكديس مئات التريليونات ما زال كما يبدو يفكر بالبقاء على كرسي الحكم عقدا آخر. جددت نقابة المعلمين اليمنيين مطالبتها لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف بحسب ما جاء في صحيفة العرب الجديد: إصلاحات الاختلالات التي رافقت عملية صرف الحوافز النقدية للمعلمين المقدمة من السعودية والإمارات. أمين عام النقابة حسين الخولاني قال: اليونسف حذفت أسماء آلاف المعلمين من قائمة المستفيدين من الحافز النقدي، واستقطعت مبالغ مالية من غالبية الذين استلموا حوافزهم، كما أضافت أسماء من خارج كشوفات 2014 المتفق عليها. وأضاف الخولاني للعرب الجديد: يوجد تلاعب واضح في عملية صرف الحوافز وتوظيف سيء للأموال بمبررات غير مهنية، لذا يجب على اليونسيف اعتماد آلية الحكومة الشرعية التي قدمتها للمنظمة والمتمثلة بإيداع المنحة المالية لدى البنك المركزي في عدن وصرفها وفقا للكشوفات. السعودية والإمارات كانتا قد أعلنتا أواخر أكتوبر الماضي تقديم 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع منظمة اليونسيف. تخطط شركة سايدواك لابس التابعة لجوجل، كما ورد في صحيفة الشرق الأوسط، بناء مدينة ذكية في إحدى الأراضي المهجورة بمدينة تورنتو الكندية، تعطي رؤية حلول كيف نعيش جميعا في المستقبل. وستقدم هذه المدينة الذكية فرصة للسكان لتجربة أحدث التقنيات التكنولوجية واختبارها بشكل مكثف في حياتهم اليومية. التقنيات التي تستخدم في مدينة جوجل الجديدة تشمل سيارات ذاتية القيادة وطرقا مبتكرة لجمع القمامة، حيث تأمل جوجل أن تصبح مدينتها نموذجا لمدن أخرى حول العالم. إلا أن هذه الخطوة لم تعجب الكثير من سكان تورنتو، وذلك لحقيقة أنه سيتم جمع الكثير من البيانات من أجهزة الاستشعار التي ستوضع في جميع أنحاء المدينة. ويشرف على العمل دان دكتوروف نائب عمدة نيويورك السابق الذي يعمل مع فريق من الخبراء الحكوميين والرقميين،
والذي وعد سكان تورنتو بمزيج جذري من المكاتب وتجارة التجزئة والمساحات الخضراء والروبوتات، وقال ستكون المدينة مكانا سعيدا للعيش. مجموعة من المواطنين تسمى بلوك سايدواك عقدت اجتماعا تحدثوا فيه عن المشروع الجديد، ولم يكن أي من الأشخاص الذين حضروه سعداء. ويواجه المشروع أيضا معارضة قانونية من الرابطة الكندية للحريات المدنية، التي قالت إنه من غير المناسب لشركة مثل جوجل القيام بتصميم سياسات الخصوصية لمدينة في تورنتو، كما أن جمع البيانات الشامل عبر الأنترنت يضر بالأفراد والمجموعات. تتوقع صحيفة الإيكونوميست حربا قريبة بين أمريكا وإيران، لذا كتبت مقالا خاصا بعنوان قبول الحرب تقرع، أمريكا وإيران في مسار تصادمي. ترجمه للعربية علاء الدين أبو زينة، وأعاد نشره موقع عدن أو موقع الغد الأردني جاء فيه. عندما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الخامس من مايو عن نشر المجموعة الضاربة لحاملة طائرات أمريكية من البحر المتوسط إلى المياه القريبة من إيران، صرح بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع النظام الإيراني. قليلون هم الذين صدقوا قصد بولتون المسالم. لم تكن الاتهامات الموجهة إلى إيران محددة وكانت غامضة بشكل مثير للريبة. حتى الآن ظلت إيران ملتزمة بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة على أمل أن تحميها الدول الأوروبية من أسوأ الآلام الاقتصادية، لكن هذه الدول فشلت في القيام بذلك. ومن المؤكد أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار روحاني الذكرى السنوية الأولى لسحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي ليعلن عن رد فعل معاكس محسوب. بعيدا عن كونه مفهوما دبلوماسيا جديدا، يبدو هذا منطقا إيرانيا قديما يتمثل في المضي قدما ببرنامج البلد النووي والانتقال أقرب من خيار بناء قنبلة نووية ردا على الضغط المتزايد من الغرب. كانت الدبلوماسية الأمريكية مع إيران تحت قيادة باراك أوباما تهدف إلى كسر هذه الدورة المتصاعدة التي تؤدي إلى ذلك الاختيار القاتم بين قنبلة نووية إيرانية أو قصف إيران، لكن المنتقدين قالوا إن الخطط فرضت قيودا مؤقتة على إيران ولم تقيد تكنولوجيا الصواريخ. ومن خلال تحرير الأموال الإيرانية المجمدة منحت النظام وسائل أكبر لنشر نفوذه في الشرق الأوسط وخاصة في حروب العراق وسوريا واليمن، لكن هذا الخطر تقلص إلى حد ما مع انتهاء الحرب في العراق. وقد يكون العنف الذي يمارسه وكلاء إيران هو نوع الاستفزاز الذي يبحث عنه صقور الإدارة الأمريكية لتبرير شن حملة عسكرية. ومهما يبدو ذلك غريبا، فإن الرئيس بعيدا عن السيد بولتون يبدو الشخص الحذر والعاقل الوحيد في البيت الأبيض. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت مجموعة من الصور قالت إنها أفضل ما التقطته عدسات مصوريها من مختلف أنحاء العالم لهذا الأسبوع. إلى الصور. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها، خاصة ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة كاريكاتورية واحدة إلى الكاريكاتير.
وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.